ننتقل بكم إلى ملف الأسبوع. أن تخاطب منظمة العفو الدولية السلطات في لبنان في بيان مؤخرا داعية إياها إلى الكف عن مضايقة النشطاء والصحفيين والتضييق على الحريات، فهذا مؤشر على تحول غير مألوف في بلد كان من المعتاد أن يوصف بأنه الأكثر عناية بالحريات في المنطقة. لبنان اليوم المنكوب بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ربما تكون غير مسبوقة، يعني أيضا ما يمكن أن يكون أكثر خطرا وفق مراقبين أو يشيرون بحذر وتخوف على مستقبل بلاد الأرز، وهم يوثقون استدعاء الأجهزة الأمنية لعشرات الناشطين على خلفية الحراك الاحتجاجي في البلاد. في ملف هذا الأسبوع نستطلع واقع الحريات في لبنان ونسأل على حال سفينة الوطن التي دعت وزيرة الدفاع اللبنانية اليوم إلى سرعة العمل معا من أجل إنقاذها قبل أن تغرق ويغرق معها الجميع. من العاصمة اللبنانية تنضم إلينا مراسلتنا جوان ناصر الدين وضيفها المحامي والناشط واصف الحركة والإعلامي جاد شحرور. أهلا بك جوانا. مساء الخير علي. أهلا بك جوانا. جوانا إذن أنت الآن في ساحة رياض الصلح في العاصمة بيروت، هذه الساحة شهدت يعني موجات احتجاج كبيرة في لبنان على الأوضاع بشكل عام الاقتصادية والاجتماعية مؤخر، لكن الحديث اليوم جوانا عن أزمة الحريات في لبنان، كيف تصفين المشهد مؤخرا؟ بالفعل علي، كما نحن نعلم أن لبنان يمر بأزمة سياسية اقتصادية اجتماعية، ولكن لم يعد الحديث اليوم عن أزمة فقط تطال هذه القطاعات، هناك الحديث عن أزمة تطال حرية التعبير في لبنان، هناك حديث عن انتكاسة في الديمقراطية وحرية التعبير في لبنان التي تشهد تراجعا كبيرا خصوصا منذ انتفاضة أكتوبر تشرين الأول الماضي، هناك تضييق كبير على الحقوقيين، على الناشطين، على الإعلاميين، الآراء المعارضة في لبنان، وهذا ما يتخوف منه الأحرار في لبنان إذا أمكن القول. حتى كما ذكرت المنظمات الدولية دخلت على الخط، هناك تحذيرات للسلطات اللبنانية من التضييق على الناشطين، هناك عمليات اعتقال طالت عدد كبير منهم، هناك تهجم وهجمات طالت العديد من الناشطين في لبنان، وطبعا كما ذكرنا هي ليست وليدة اللحظة، كانت بدأت منذ العام 2015 عندما شهد لبنان تظاهرات كبيرة جراء ملف النفايات والنفايات التي اجتاحت الشوارع اللبنانية، كان هناك تضييق على الأصوات المعارضة، ولكن هامش الحريات انخفض بشكل ملحوظ، والانتكاسة في حرية التعبير كان لها صداها منذ انتفاضة أكتوبر الماضي، وكما ذكرت التي بدأت من هنا من وسط بيروت من ساحة رياض الصلح. علي. نعم جوانا، إذن يعني مؤخرا خلال يعني التحركات في الشارع اللبناني تم توثيق يعني العديد من الاعتقالات وأيضا التعرض لناشطين على الأرض، وهذا يعني جديد على لبنان. في آخر المعطيات لديك، ضعينا في آخر هذه الأجواء. بالفعل تم توثيق عشرات الحالات وإذا لم نقل المئات من حالات التضييق على الناشطين اللبنانيين كما ذكرنا، على الأصوات المعارضة، كان هناك استدعاءات للعديد من الناشطين، كان هناك اعتقالات من دون أي أسباب معلنة أو مبررة للعديد من الناشطين، وصل الأمر إلى حد الاعتداء والتهجم والضرب المبرح الذي طال أيضا عدد لا بأس به من الناشطين اللبنانيين، كان آخرها التعرض للمحامي والناشط البارز واصف الحركي الذي ينضم إلينا الآن. نحن سعيدين بوجودك معنا. بداية نحن نتحدث عن انتكاسة بحرية التعبير في لبنان، وهي ليست أمر مألوف على بلد يعتبر نموذج بالعالم العربي بالديمقراطية وبحرية التعبير. إذا أردنا أن نسأل اليوم، كيف نحمي حرية التعبير في لبنان؟ من يحمي حرية التعبير في لبنان من السقوط في الهاوية؟ أول شيء نحن مش أمام انتكاسة لحرية الرأي، نحن أمام دولة بوليسية بكل معنى الكلمة تعتمد
على الأجهزة الأمنية بكل فروعها، تعتمد على القضاء لأنه القضاء تابع، وتعتمد الأخطر بالموضوع على ميليشيات، لأنه كل اللي بالسلطة هم ميليشيات الحرب الأهلية، على ميليشياتهم اللي موجودة اللي بتعتدي على الناس. وليس دليل على أقل دليل على دلالة على ذلك هو الحادث اللي صار معي، اللي نزلت مجموعة مسلحة وصف القوى الأمن بالخطرة، تنقل بسيارات وزارة واعتدت وعملت الاعتداء. هذا واضح أنه لبنان رايح إلى نظام أمني يقمع الحريات ويمنع الحريات، يستند إلى ثلاث مسائل اللي قلتهم. كيف نحمي الحريات العامة؟ لأنه لبنان لا يمكن أن يعيش بلا حريات عامة. الحماية تكون بمواجهة هذه السلطة. نحن أزمتنا ليست كل ما نشهده هي نتائج، أزمتنا مع النظام الطائفي، هذا النظام الذي يعاني أزمة بنيوية اليوم. المواجهة مع هذا النظام، إما أن يبقى هذا النظام وتسقط الحريات العامة، وإما إسقاط هذا النظام. نحن كثوار في الشارع أخذنا قرار في مواجهة لإسقاط هذا النظام بكامل منظومته الأمنية، بكامل منظومته القضائية التابع بدل استقلالية القضاء، وبقواه الميليشياوية اللي على جنب. يعني واصف اعذرني، ولكن انتفاضة تشرين خرجت الناس الى الشوارع، انت كنت من الوجوه البارزة منذ العام 2015 وليس منذ اليوم. المشاهد اللي كانت موجودة على بطرقات لبنان ما حركت هذه السلطة، سقطت حكومة صح واتت حكومة اخرى، ولكن لم يتغير شيء بحياة اللبنانيين، وبالعكس نحو انحدار اكثر. كيف ستواجهون؟ يعني أنت تقول سنواجه الإسقاط هذا النظام، ولكن إسقاط هذا النظام أنت تعلم جيدا أنه ليس بالأمر السهل. نحن مقتنعين أنه مسار طويل ومعركة طويلة، معركة بدها تضحيات، معركة بدها صبر، معركة بدها رؤية حقيقية واضحة، معركة بدها خطاب سياسي واضح. هذا النظام أصلا غير قادر أن يستمر، وهو صار عارف ينتج أزمات. هذا النظام غير قادر على الاستمرار، استمراريته اليوم بالقبضة الأمنية. لذلك نحن عارفين أنه ما وصلنا له سوف يجعل هناك تناقض ما بين مصالح الناس ومصالح هذا النظام، حتى ما بين جمهور هذه القوى المؤلفة للنظام. المواجهة بالنسبة لنا طويلة، ونحن بنعرف كل ما زادت خطورتنا على هذا النظام سوف يستخدم القوى الأمنية والقوى العسكرية والقمع أكبر. لذلك سوف يعني نحن نلجأ إلى عدة مسائل: التحشيد في الشوارع والمواجهة، العمل في المناطق ولا مركزية الثورة، وهذا بكرة نحن في عنا إطلاق العصيان المدني سوف يكون من طرابلس، عن الامتناع الضريبي والامتناع عن دفع القروض. ثلاثة، التخطيط للبداية إيجاد بدائل، لأن نكون نملك الثقة أنه نحن بديل عن هذا النظام وهذه السلطة، ونقدم نفسنا للناس ولشعبنا أنه في بديل قادر يحمي البلد، لأنه لبنان أصبح دولة فاشلة، دولة ساقطة بمسؤولية هول اللي بالسلطة بقواها كلها. المواجهة كبيرة، المواجهة بدها تضحيات، ونحن مستعدين لها. خليك معي واصف، خلينا نشوف قبل ما أسألك عن قضيتك الشخصية علي، ما بعرف إذا عندك أي سؤال بتحب توجهه لواصف الحركة قبل ما أسأله. نعم عن قضيته. نعم الخاصة. نعم جوانا، يعني فيما يتعلق بواصف وكيف يمكن حماية حرية التعبير في ظل المعطيات وفي ظل وجود هذا النظام، السؤال الأبرز كيف يمكن حماية حرية التعبير؟ إذن يعني في الأسبوع السابق جوانا كان هناك يعني وجود لتحالف دفاع عن حرية التعبير في لبنان، ما هدف هذا التحالف جوانا، ومن هم المشاركون في هذا التحالف؟ نعم سنجيب عن هذا السؤال مع جاد شحرور، لكن قبل بس أود أن أختم مع واصف الحركة بما يتعلق بقضيتك الخاصة. نحن نعلم أن هناك يعني مرافقون هم لوزير بالحكومة اللبنانية هو رمزي مشرفية، قيل أنه تم توقيفهم، ولكن نحن نتحدث هنا ليس فقط عن مجموعة معينة، نحن نتحدث عن نظام، نحن نتحدث عن سلطة. نائب المحامين ملحم خلف كان بالمواجهة، شو صار بقضيتك باختصار؟ باختصار بعد هذا الاعتداء اللي صار تم اعتقال 5 منهم وفي واحد بعده فار. الأهم أنه صار في إدعى عليهم بمحاولة قتل وتنظيم عصابة أشرار. لأول مرة نقابة المحامين أخذت موقف بالإدعاء المباشر، ادعت عليهم النيابة العامة بجناية محاولة القتل وتشكيل عصابة أشرار، ثلاثة في جلسة أمام قاضي التحقيق. الأهم بالموضوع أنه اللي نفذوا هن أدوات صغيرة، حتى الوزير مشرفي بالنسبة لي هو أداة.
الخلف على هذا الموضوع، من هو المسؤول، من هو المخطط، من هو المخبئ، هو أكبر من هولي، هو هذا النظام بتشكيلته التي تسيطر على الحكومة اليوم. شكرا كثير واصف الحركة على هذه المشاركة. علي، بالعودة إلى السؤال، بالفعل هناك البارس كان الأسبوع الماضي هناك تحالف من 14 منظمة لبنانية ودولية من أجل حماية حرية التعبير في لبنان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي المسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير جاد شحرور. جاد، السؤال البديهي اللي بيطرح نفسه، شكلت هذا التحالف وثقت العشرات من الاعتقالات، التضييق على الناشطين والحقوقيين والإعلاميين إلى آخره، ولكن السؤال الأبرز، هذا التحالف كيف سيحمي الناشطين، كيف سيحمي المنتفضين على أرض الواقع بظل ما نشهده من محاولات قمع ومن سياسات قمع؟ يعني فعليا أعتقد أن المهمة الأولى للتحالف هو الحفاظ على أول مكسب حققته ثورة 17 تشرين، هو رفع سقف الحريات. شفنا الناس ما بقى تخاف، كانت عم تنتقد بشكل تلقائي وعفوي وكسرت كل الهواجس اللي كانت تخاف منها بالفترة اللي السابقة. وهون شافت المنظمات، إن كانت محلية يعني منظمات لبنانية بحت، أو كانت منظمات دولية مثل Human Rights Watch أو Amnesty أو مؤسسة سمير قصير، لتقول أنه بالفعل نحن في واجب علينا أنه مش بس نضوي على الانتهاكات، إنما نشكل يعني حزام أمان للناشطين وللصحفيين ولكل شخص عم بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أو مواطن من دون ما يحمل أي مسمى مهني، أنه يقدر يحافظ على أبسط حقوقه هو التعبير عن الرأي. جاد، في تحركات معينة رح تعملوها على الأرض غير التحالف، يعني غير إطلاق التحالف، هل هناك تحركات رح نشوفها على الأرض؟ التحالف بعده بخطواته الأولى، كانت المرحلة الأولى أنه نقول أنه في جسم حقوقي ضامن مع بعضه، قد يعني بالفترة اللي جاي يقول شو خريطة عمله، بترك هيدا الشيء لوقته. بينما بالوقت الحالي جميع المنظمات، كل منظمة بدورة عندها جزء من رصد الانتهاكات من زاوية مختلفة، وهيدا يلي بيساعدنا انه نطلع تقرير جدا مهني وتقني ويكون موثق جميع انواع الانتهاكات، مش بس ضد الصحفيين انما كمان ضد الناشطين والثوار يلي عم بيشاركوا بثورة 17 تشرين، لا ضمن لملف ممكن يكون في توجه دولي بهذا الإطار. شكرا كثير جاد، وإن شاء الله حفاظا على حرية التعبير في لبنان. علي، نعم جوانا، يعني نتحدث عن الحريات، هناك يعني مطالبات بلبنان بتعديل قانون الإعلام، ماذا عن هذا الملف وما هو دور البرلمان في تعديل هذا القانون وأيضا الشارع والمطالبات اللبنانية؟ لكن بشكل سريع تفضلي جوانا. نعم، انطلاقا مما قاله جاد شحرور، بإطلاق التحالف كان هناك حديث عن اقتراحات وتعديلات لقانون الإعلام اللبناني الذي يطال هو بالوقت الحاضر يعني يجرم القدح والذم بحق المراجع العليا. هناك نقاش بالبرلمان اللبناني لتعديلات على هذا القانون، ولكن بصمت شديد ربما يتعارض مع التعديلات التي يطلبها الناشطون والمجتمع اللبناني. سننتظر لنرى ماذا سيحقق التحالف في الأيام المقبلة، سنرى كيف ستكون المواجهة للحفاظ على خصوصية لبنان المعروف بأنه نموذج بالديمقراطية وبحرية التعبير. علي، من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا لك، كنت معنا مراسلتنا جوانا ناصر الدين، وشكرا لضيوفك المحامي والناشط واصف الحركة والإعلامي جاد شحرور، شكرا لكم.